هذا الزامل من كلمات علي محمد الطيب بعنوان وحد الأشوار، وجهها لقبيلة آل خيران آل عمر. الهندسة الصوتية خالد الجهراني، أداء محمد عبد الله الحداد، مونتاج فريد الوصابي. يا سلام يا أهل الأذكار وأصحاب الحوار، مرخاة الأبطال وأرواد جميع الثار. يا سلام يا أهل الأذكار وأصحاب الحوار، مرخاة الأبطال وأرواد جميع أقطارها. يا أخواتي الأنمار وأهل الثقة والاعتبار، عينوا الأغرار تلعب على أشوار، وابقوا مع أصحاب القرار. ذي لهم مهبعد والضار وين انصارها، تعتبر الانصار لشخص زنده والسبر، مثل ما المضار تركي عليها أضبارها. استشار لا يخالف وين ما سار، خذ بشوارها للقبول معيار، تأخذ وتقضي بالعوار. نقصت الأسعار ذي ما درت بأسعارها، والقيم ما هي بدولار لأصحاب الضمار، هي كنوز القوم الأحرار تجنى ثمارها. من يباقي القطار ذي مجنب خلف الأسوار يحمى حجارها. يا سلام يا أهل الأبكار وأصحاب الحوار، مرخة الأمطار وأرواد جميع أقطارها. واصل المشوار وإحسن لنفسك الاختيار، غلي ولا بخس الأسعار وانت اختارها. والتعصب في الصحب ضار واثره دمار، احسبوا يا كل مغوار ويش اضرارها. لا حفظ الاشرار ذي يلعبوا لعب القمار، في صفوف الناس الاخيار يصلوا نارها. ما الرجال اثوار تنعث على انفسها غبار، في ثواني عبر سيار أسرارها. يا سلام يا أهل الأبكار وأصحاب الحوار، مرخة الأمطار وأرواد جميع أقطارها. قوم ما تحفظ بالأسرار تخسر الانتصار، ما بنوه اندق وانهار طول أعمارها. من رسب في الصف شطار تعرف بالضرار، يشرحوا للغر الأخطار ويش أثارها. في الصحب الأبصار ما هالفسالة يا البصار، ردت العقال قصار عمي أبصارها. والصحب يشتي نقيبار صادق في السيار، كم حيل وعذار ما ليت من دوارها. يا سلام